بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بالشباب. اليوم إن شاء الله فعليا حندخل في الانترودكشن للداتا مايننج، وحنكون في بعض المعلومات يعني سلايد أو تنتين من المحاضرة الماضية، لكن بدي حدا من اللي كانوا موجودين المرة الماضية يذكرني شو يعني شو داتا مايننج، شو يعني تنقيب البيانات. كنت المرة الماضية هاي في ناس من الناس اللي ما كانتش المرة الماضية يا رامي وجاي حميانة وبدها تعرف لنا الداتا مايننج. عرف داتا مايننج رامي. هو استخراج انفورميشن من داتا او استخراج اي نوليدج من داتا. استخراج نوليدج ولا انفورميشن؟ انفورميشن. ايوه ايش كلمة تعرفها انت؟ نفس الشيء. نفس الشيء. استخراج امبليسيت داتا ذاتس نون تريفيال من استخراج نون امبليسيت داتا ذاتس نون تريفيال اند نيو. أصبط هيك بدك تقول بس مش داتا ولا انفورميشن نوليدج. احنا قلنا داتا مايننج ايكويفالنت تو نوليدج اكستراكشن، انا بدور على معرفه. طيب الاوتلاين تبعت المحاضره هاي ان شاء الله لو نخلص فيها حنقف باذن الله. حنتكلم على الديفينيشن تبعت الداتا مايننج، بعد هيك ننتقل للنوليدج ديسكفري بروسيس، وراح نتكلم على الداتا مايننج از مالتي ديسيبلينري ديسيبلين او فيلد، وايش التولز مع نهايه الشابتر اللي حنتكلم عليها. طبعا في عندنا هرم المعرفه او هرم البيانات المعروف، طبعا كنا دردشنا عليه المحاضره الماضيه لانه على ما يبدو فيه بعض الناس ما كانتش موجوده. على السريع احنا عاده عندنا الداتا، واحنا اسم المساق تبعنا داتا مايننج. لاحظين داتا مايننج داتابيز، ايش في كمان داتا؟ داتا ستراكشر. كمان واحده داتا ساينس، داتا اناليسيس. كل شيء بتركز على الداتا لانه هي فعليا هي الرو ماتيريال تبعتك. زي ما المنقبين عن الذهب والبترول والمعادن بدوروا على التربه، انت التربه تبعتك وين؟ الداتا. فلما احنا من الان عندنا الداتا متوفره، الداتا هذه في سياق معين او لو وضعت في سياق صحيح بتصير information، بتصير معلومة. المعلومة هذه لو حكمتها قوانين بتصير معرفة، أو القوانين المعلومة هذه لو ضفنا لها قوانين بتصير معرفة. تماما لما أنت بتيجي تعرف إنه عملية الضرب زي ما تعلمت سابقا هي عبارة عن عملية جمع متكرر، وأجي أقول لك هان 13 في سبعة، أسوأ شيء ممكن أنت على أسوأ الظروف لو أنت مش قادر تضرب إيش حتروح تساوي؟ حتجمع 13 سبع مرات، بحيث أنه بناء على النوليدج اللي أصبحت موجودة عندك أو الانفورميشن اللي هي تكونتها الرول ومن ثم أصبحت نوليدج. وزي ما قلنا المرة الماضية النوليدج هاي لو كانت فيها إكسبيرينس خبرة تمام بتصير ويزدم، والحكمة بتقتضي انه يكون الانسان هذا قادر على الاتخاذ القرار والاجراء الصحيح في الوقت المناسب لتحقيق افضل ما يصبو اليه او ما يرنو اليه ولا لا. الان بقول لك فلان حكيم، شو يعني حكيم؟ مش ممرض، عنده حكمة، يعني رأيه متزن دائما بتحس انه صواب. وطبعا الحكمة ما بتصير الا غير من خلال خبرة متراكمة مع معرفة قديمة. تمام. What is data mining? Data mining is equivalent to knowledge discovery. استخراج المعرفة من البيانات. استخراج المعرفة من البيانات. عرفنا data mining is extraction of interesting patterns. Extraction of interesting patterns. مفهوم interesting انه نانو تريفيال، مش تقليدي، مش شغلة عادية. امبلست موجود ضمنيا في البيانات، مش انا بدي اركبه او بدي اختلقه، لا هو موجود بس انا يعني. الان في لؤلؤ بيستخرجوه من البحار وفي لؤلؤ بيصنعوه، والتنين زي بعض تقريبا في الجمال، لكن تبقى القيمة للؤلؤ الطبيعي اكبر من عن الصناعي. previously unknown
سابقا ما حدش بيعرف هالمعرفة هاي. يعني الآن لما فيثاغورس اتكلم في جدول المثلث قائم الزاوية قال انه طول الوتر تربيع يساوي مجموع الضلعين مربع الضلعين او مجموع مربعات الضلعين، مظبوط؟ الان لو كان في حدا قبله قال او موجود النظريه هذه كان ما سموهاش فيثاغورس، نظريه فيثاغورس، ولا شو رايكم؟ فبالتالي لازم تكون المعرفه هذه بريفيوسلي او الباتن هذا بريفيوسلي انون بوتنشالي يوزفول، لازم يكون مفيد للناس. بينفعش اروح اتكلم انا في عالم ما لا يخص الناس، ما يقدمش فائده او معرفه حقيقيه لهم. الباترن هذا موجود في داخل هيوج اماونت اوف داتا. تعريف اخر بسيط مرادف للتعريف السابق، ذا نون تريفيال بروسيس، هي العمليه الغير تقليديه. غير تقليديه دلاله على انه مش كل الناس حتقوم فيها. Of identifying لتعريف valid صحيح، وهذا الديفينيشن ما كانش موجود سابقا او كانت تكافئه كلمه امبلست، يعني هو موجود ضمنا واقع موجود، فهي مفهوم الفاليد. novel previously unknown potentially useful and ultimately understandable، لازم يكون مفهوم عشان الناس اللي بدها تاخذ عليه اكشن تقدر تفهم ايش اللي انت استخرجته. طبعا كان واضح في التعريفين انهم متفقين على كلمة better. better كله موجود، potentially useful implicit وvalid يعني ضمني حقيقي موجود يعني مش فيك، novel previously unknown نفس المعنى ما فرقتش كتير. الان البتر هو عبارة عن arrangement، ترتيب معين وبيتكرر، ظهور معين وبيتكرر، عشان يصير اقول هذا نمط. لما باجي بقول جماعة الخير فلان نمط واحد روتيني، بيجي بقول والله المحاضر نمط واحد تكلم على نفس الموجة من الصوت لا بغير ولا ببدل، هذا بتر نمط. بقول والله فلان غير متوقع لا في الكلمات ولا في الأفعال، ليش؟ انه فعليا ملوش نمط ثابت انت تقدر تحكم عليه من خلاله. فبالتالي الباترن لازم يكون في سبيسيفيك ارينجمنت، شغله معينه، والشغله هذه عملها ايش؟ بتتكرر. بدون التكرار مش حصير باترن، مش حصير نمط. مثلا بقول لك الموظف الفلاني نمطه بيطلع الساعه 8 بركب سيارته مثلا 8:30 بكون في مكان عمله، بعد هيك بروح بدخل البيت ما بيطلعش، بتر valid. زي ما قلنا انه هذا لازم يكون discovered او البترن هذا لازم يكون حقيقي مش فيك. ومش بس هيك، لو انا رحت عرضت عليه new instance او new item لازم يكون دقيق لحد مستوى معين. الدقة بقولش 100%، ممكن 85 تكون كافية بالنسبة إلي، ممكن 70 تكون كافية إلي أحيانا. نوفل يعني ما حدش بيعرفه سابقا، زي ما قلنا سابقا. أكشنبل بيترتب عليه أكشن مهم للناس، وأندرستاندبل عشان الناس تقدر إيش تستفيد منه. تعال نشوف المثال اللي موجود قدامنا على اللوح. بالمثال اللي موجود قدامنا على اللوح، افترضوا ان انا في عندي داتا ست مكونة من 5 صفوف وثلاث اعمدة، الشيب والكلر والويت، شيب وكلر وويت. بدي اديك دقيقة انت وجارك اللي في جنبك تحاول تستنبطوا لي 2 باترنز من الداتا هاي، من الداتا ست. انت وجارك على السريع عشان انا نختار ونحاول نكتب على اللوح. ايوه اعتبرها اول نشاط جماعي في الفصل. لسه 2 باترنز، بديش 1 بدي 2.
هاي في ناس خلصت شكلها حصلت على two patterns. آه طيب خلصت يعني افترض انها خلصت تدقيق هو ضايل فيها شوية كفاية نبدأ من الآخر خالص. أيوة إيش أول باترن؟ مش أنت عم لا مش عبد الله أنت. أيوة أيوة لو كان F shape equal box then color equal red يعني بكل بساطة طب شوية انتوا ليش جمعتوه ولا بدكم تجمعوني انا؟ لا يا جماعة الهداوة احنا قلنا with some degree of certainty ما قلناش 100% وبالتالي كلامه صح تمام؟ الان شوية بس هذا ممكن هذا ممكن انا اكتبه اكتبه F و then او ممكن اقوله بكل بساطة بلغة اسهل من هيك بكتير اي شغلة حمراء اي صندوق احمر او كل الصناديق حمراء هاي باترن فانت المفروض لما بدك تصيغ الباترن تصيغه بنمط يكون اندرستاندبل عشان نقدر الناس تفهم ايش اللي بدها تسوي. نعم مين كان بيتكلم هان؟ لا سكتوا خلاص. ايوه ورا في الاخر اها اف الكالر ايكوال بلو ذن الويت ايكوال 400 غيره يا محمد ابو حاسم يلا كل بوكس اقل من 400 بياخذ لون احمر بدا شكل باترن مختلفه اعتمد على الباترن السابق لكن جاب شغله جديده لو كان البوكس لو كان بوكس اي شيء معناته ما تكلمش على البوكس عدلوا اللي بجنبه قالوا الاشكال اللي اوزانها اقل من 400 فهي حمراء طيب ممتاز خلينا هاي البلو حمراء ايوه لو كان ازرق معناته 400 الان اقل من 400 فهو احمر هاي اللي بدي اقوله طيب مش ملاحظ انه هذا ممكن يكون هان سؤال مش ملاحظ انه ممكن يكون الباترن اللي انت بتتكلم اوريدي زميلك حكاه هان لانه لو ما كانش وزنه 400 معناته هو مش عند النفي مظبوط لما تنفيها الان اف ذن او الباي امبلايز بالديسكريت ماثماتكس لما تنفيها ايش بتصير نفيها نوت اور مظبوط طيب الان هذا باتر لنفترض هاي التو باترنز اللي عندي وفهمناهم كويس بدي حدا الان حذق فيكو يقول لي ايش الاكشن اللي ممكن انا اخده عليهم تست لخط الانتاج اذا كان البوكس الجايين احمر وزنه فوق ال 300 يكون نان فاليد اها يعني مثلا زميلنا قال والله انا الفاليديتي تبعتي مبنيه على اللون الاحمر او اللون الازرق لا ما في ممكن يكون في الاثنين موجودات عندي انا هان بس بدي بالتخزين تاعه تصميم طيب بالتخزين تاعه بقدر استفيد من هذا مثل قول لي هاي الباترنز البوكس اللي ريد انت بتتكلم نيابة عنه الان ايوه لو بدي اقسمهم حسب الوزن بعرف انه البلو بعرف انه الواحد البلو سعره 400 فبعرف كم صندوق البلو حيكون عندي اها يعني ممكن انا استفيد فيها في موضوع التخزين لو بدي اخزن احط البلو او ال 400 تحت وال 100% بس الان في عندي مشكله الكون هذا تمام مش حيزبط احطه تحت الصندوق احطه تحت ما هو بلو طيب ادوني اكشن ايوه النقل الاكشن الاسهل من كل الكلام اللي انت بتقوله في موضوع النقل انتبه
الشيب اللي او الاوبجكت اللي باللون الازرق هي الاثقل، انتبه وانت بتحمل فيها. شو رايكو؟ فكمان مره كثير حضروا بعدي مثال، حتحس في حالك وانت بتجاوب عملك بتعقد حالك او بتحاول بتجاوب صح لكن بطريقه معقده. طب ليش ما توصفها بكلام سهل وبسيط؟ تمام اوكي، تعال نشوف المثال التالي هذا. الان عندنا بنك بيعطي قروض ربويه، حاضر يا شيخ، ربويه، بدي قروض ربويه. الان الناس، في ناس بتدفع اللي باللون الازرق وفي ناس ما بتدفعش، في ناس بتدفع وفي ناس ما بتدفعش او بتسددش. الناس اللي ما بتسددش هاد بتمثل ريسك على البنك لانه بيخسر، بيخسر فلوسه بالإضافة للربا اللي هو المفروض أو الفائدة اللي هو المفروض يحصلها، فهو خسران. فالآن بده يأخذ ديسيجن كيف يبدأ يميز ما بين الناس اللي بتدفع والناس اللي بتدفعش. المعلومات اللي عنده فقط السالري، راتب الموظف وقيمة القرض اللي طالبه، لأنه فعليا لازم يكون قيمة القرض أكبر من السلر. طبيعي لو قيمة القرض زي السلر أو أقل أنا مش بحاجة أني ريش أروح أقترض لأنه الراتب حيكون كفي. الآن إيش بتقترح عليه أو إيش هات لي نمط أو هات لي باترن بحيث أنه يساعد البنك هذا على اختيار الناس؟ نعم، السلر يكون عالي واللون يكون أقل منه؟ لا، أقل من منخفض. طب ممتاز، لو أنا سألتك يا مؤمن أي الدين الفاليو اللي أنت بتحق أو بتقول عليها عالي أو منخفض؟ مفيش. الأفريج مش ضروري، مش ضروري. الآن تخيل لو أنا أجيت قلت هيك، حطيت لك خط هان، هدول مش حيدفعوا وهدول بيدفعوا، تبع للألوان اللي موجودة، هل البترن تبعي صحيح؟ صح صح، بس بنسبة غير دقيقة. ليش؟ لأنه ضمنت فيهم مجموعة كتير من الناس اللي باللون الأحمر اللي بتدفعش. طيب خذ الخط اللي بعديه، هان هيك أصح، بس برضو لسه ما زال في نسبة خطأ. هذا أسود لسه عم يشتغل شكله، مش مشكلة مش مشكلة. نيجي للي بعده، هان طيب، هان مع أي خط أنت من الخطوط هاي؟ الأزرق اللي في النص، أغمق واحد هذا، أخذهم كلهم. ليش؟ عشان أزيد نسبة، يعني أنا أجي أخذ هذا يعني بينفعش. أنت الآن بدك تديني، بدك تديني قرار الناس لو رواتبهم أقل من كذا حرفضهم، والناس اللي كذا طبعا العكس حاخذهم، حقبل أديهم القرض هذا. خذ لي قرار الآن بناء على الخطوط الموجودة. طب ما نخسرت هان، في زبولين دفيعة أنا خسرتهم. طيب في المقابل، في المقابل كفي اثنين هذول مش دفيعة وحخسر عليهم، حخسر يعني. أنا خسرت هانا، خسرت هانا فلوس أو ربح، خلينا نقول محتمل، وهان صارت في عندي خسارة أكيدة. أها لاحظ انه هذا بالمثال هذا انه انا فعليا، فعليا في خسارة في كل الاحوال، كل خط من الخطوط في ريسك ولا لا، في مخاطرة، بس مين المخاطرة الاقل بالنسبة لي؟ الخط هذا اللي في الوسط. هذا واحد يقول لي دكتور وين المخاطرة هان في الموضوع؟
انت هذول كلهم دافعين. لا يا عم انت خسرت مبالغ من المال مؤكدة الدفع كانت حتكون، هذه أرباحهم كانت أكيدة بالنسبة إلك. حتقولي ضمنت هذول التنين، ما هي في الآخر فيها ريسك مظبوط، وبالتالي أنت بدك ديسيجن. فالآن الباترن اللي حنطلع فيه هذا، زي ما احنا متفقين أنه هذا أفضل إيش، أفضل خط ممكن نشتغل معه. تمام، الآن بدنا نسقط المعايير الثلاثة الأساسية. طبعا احنا متفقين انه هذا امبلست مظبوط، احنا ما مش فيك، هاي الداتا حقيقية، وحاولنا نحط خط هان بيمثل رقم الكي، هذه قيمة السالري اللي انا بناء عليها بدي اقرر اقبل او ارفض طلب القرض. Is it valid؟ طبعا حطيت هالصورة مش مشكلة. الآن السؤال الأول، هل هذا valid؟ احنا قلنا valid with some degree of certainty، إلى حد ما. ممتاز، قديش نسبة صحة الكلام هذا؟ عدد الأحمر على عدد الأزرق، لا، عدد المختلف على العدد الكلي. المفروض هن كله أحمر، في اثنين أزرق واثنين أحمر، هان المفروض كله أزرق، فبصير قديش؟ أربعة مختلف. يعني هدول الأربعة هم المشكلة اللي عندي صح؟ هدول اللي أنا حخطئ فيهم، قديش نسبتهم على عدد النقاط كلياتها؟ هذه بجيب أنا الريسك ريت، بينما الفاليديتي ريت تبعتي هي عدد الديسيجن الصحيحة على عدد العدد الكلي. ففعليا عدد النقاط الزرقاء اللي هان وعدد نقاط الحمراء اللي هان على المجموع الكلي للنقاط. تمام؟ فبالتالي هذا الباترن هو فعليا valid with some degree of certainty، بتصل الى 86% تقريبا. هل هو نوفل؟ نوفل اذا كانت الكي هذه مختلفه عن الكي او القيمه اللي بيعتمد عليها البنك سابقا. يعني ممكن البنك كان بيعتمد على قيمه اكبر وانا اثبتت له انه هو عمال بيخسر، او البنك فعليا بيعتمد على قيمه اقل واثبتت له انا فعليا عماله بيخسر، قلت له افضل كي هيها. اذا كانت الكي غير معروفه تمام، تماما مثل ما واحد يجي يقول لي الان من تعود الفيزياء انه قيمة القوة الجاذبية الارضية 9.8، انت اثبتها الان؟ معروفة من زمان، لكن لو اجى قال لي لا هي مش 9.8 هي 9.7 2 من عشرة واثبت كلام هذا، معناته هو جاب نوفل نوليدج موجودة عندنا. معناته احنا قلنا الباتر انفاليد نوفل، هل هو يوزفل؟ شو رايكم؟ يوزفل بالنسبة للبنك واكشنبل، حيكون يعتمد عليه شغل. تمام، طبعا سألنا نفسنا سابقا المحاضرة الماضية ليش فعليا احنا محتاجين قواعد عفوا الداتا مايننج، تنقيب البيانات، لانه فعليا انا عمال البيانات بتتضخم بشكل كبير جدا، مصادر البيانات بتتنوع وطرق جمعها اسهل، مصادر البيانات تبعتي في البزنس والساينس كل العلوم والسوسايتي. طيب الان مصادر البيانات بتتنوع، الكاميرا، مواقع التواصل الاجتماعي، مسجلات الصوت، الجوالات، كل هذه هي عباره عن مصادر بيانات ولا لا؟ اليوم المؤسسات قاعده بتقول لك انا في عندي بيانات في الموضوع الفلاني بس تعال اشتغل عليها، تفضل خدها وبس اعمل سايتيشن لإلا لا لانه هذا الداتا ملك ما فيش مشكله. بدي اسال سؤال الان، لو طلبت منك تصور انه الان وزاره المواصلات قررت تعمل برنامج او تعمل سيستم آلي يتعرف على لوحات السيارات او يتعرف على السيارات ويفحص في الداتابيز هل السيارة هذه مرخصة أو غير مرخصة، ويبعث إشعار للدورية اللي بعيدة عن مكان خلينا نقول السنسور أو الكاميرا اللي موجودة
بعيدة 500 متر، يعني مثلا تخيلها بنحط نحط البرنامج تبعنا على مفترق الصناعة والدورية واقفة هن عند الأرقام. الآن شو تصورك عن هيك برنامج؟ شوية يا مؤمن. أيوة، بده يكون سريع في الوصول للبيانات. أنا زودت البرنامج هذا بخط إنترنت 8 ميجا يعمل أكسس على الداتابيز تبعت الترخيص. ما احنا عمالة قلت لك أنا وفرت لك اتصال إنترنت ممتاز وسريع جدا مع الداتابيز تبعت الترخيص. بدي ايمج ديتكشن عشان يقرا رقم اللوحه قبل الايمج ديتكشن، بدي كاميرا عشان تقرا اللوحه. هاي اللوحات موجوده، انسى كل اللوحات مساعده والمفروض كلها شغاله بنفس الستاندرد. بشتغل على انه فعليا في لوحه على السياره والارقام مقروءه. شباب ايش اللي حيصير فعليا؟ انا الان بحاجه الى ايوه انه الكاميرا تكون موجوده، تمام، تلتقط الصورة. طبعا لاحظ تخيل هيك انه بدل البرنامج هذا انسان قاعد ماسك الجوال او التاب المتصل مع الوزارة بنفس الخط، شاف السيارة بده يدخل رقمها. طب في لحظة ادخال السيارة الواحدة في 10 سيارات تانية دخلت، بينما السيستم ممكن يقرأ 10 سيارات هدول في نفس اللحظة ولا لا؟ الان الكاميرا هي مصدر بيانات، ومصدر بيانات ضخم جدا. احنا قاعد بتكلم على مثال تحديد اللوحات. في ناس ممكن تصعد لاكثر لتحديد الوجوه من الناس اللي قاعده في السياره. لان بكل بساطه مصدر بيانات والكاميرا موجوده، سواء كانت اوفيشالي او ليجالي او الليجال موجوده، سواء كنت شايفها او غير شايفها او انت مش شايفها، في الاخر بتصور وتحدد الهدف والسايت تبعتها واسعة وبتسحب كل فالمعلومات سهلة جدا انك تحصل عليها في اي مجال انت بدك اياه. يعني مثلا واحد بده يقرر ان الصوت اللي احنا سمعناه هذا صوت فعليا مقدح ولا صوت سيارة كانت ماشية في جنبنا. ما شاء الله عليك خبرة. الان الفكرة انه انا فعليا بابني سيستم. طيب الان عشان السيستم تبعي يكون دقيق بيلزمه يتعرف على آلية كتاب الأرقام، كتابة الأرقام. وقبل ما يتعرف على آلية كتابة الأرقام يعرف يقدر يبحث عن اللوحة وين في قلب الشاشة. طب وين أماكن اللوحات؟ بتختلف حسب ارتفاع السيارة، ممكن واحد يحطها على اليمين، ممكن يحطها على الوسط، مظبوط، ممكن يحطها في اليسار. فأنت السيستم بدك تدور ويبحث. وهذا الكلام مش حيصير تعلمه إلا غير لما تعرض عليه مجموعة من الصور لسيارات موجودة ولكل الاحتمالات عشان فعليا يتعلمه كيف بده يبحث. طيب بالتالي الكاميرات موجودة في الشوارع، موجودة للحكومة، موجودة لأصحاب المحلات، موجودة. وبالتالي أنا في عندي تضخم في حجم البيانات لدرجة أنه ممكن نغرق فيها لكنه نتضور جوعا للمعرفة. تمام، حننتقل للخطوة الثانية في النوليدج ديسكفري بروسيس. لو انا سالتي الان شو بتتوقع بعيدا عن الناس اللي معاهم السلايدز، شو بتتوقع قديش عدد الخطوات او المراحل اللي انا حمر فيها لحد ما احصل على النوليدج؟ 5 7 ايوه مش 10. هي مش مزاد، دير بالكو، حاول تعمل استيميشن حسب البرنامج او حسب الحالة. طيب ايوه، افترض المنقب عن الذهب ايش بيساوي؟ بدور على ذهب؟ لا بدورش، ببدأ يدور على تربة معينة قريبة من مناطق البراكين والحرق والزلازل والحركة الارضية. بده بيجيش في الشجاعية مثلا يدور، ولا في غزة في الشاطئ يدور، مظبوط؟ ليش؟ لأنه هاي المناطق طالما هي بعيدة عن المناطق البراكين والزلازل مش حيطلع بالضبط، فش فرصة أنه يبين الذهب أو يتجمع أو يظهر. فبالتالي هو بدأ يبحث، وبالتالي أنت كذلك بدك تبحث عن البيانات اللي موجودة عندك. طيب
لقينا البيانات وهو حدد التربة، شو بيبدأ يساوي؟ يعني قالوا له والله المنطقة الفلانية منطقة غصبة ممكن يكون فيها، بده يبدأ تنقيب مباشرة؟ قبل بده ياخذ عينات، بده يفحص، بده يشوف فعليا في موجود ولا ما فيش، مجدية ولا غير، لا بده يحاول يعمل بايلوت ستادي. هذه مش من مش موجودة عندنا الآن. الآن لما أنا بديت أجيب البيانات، تخيل إنه إحنا بدنا نفحص الوضع، علاقة الوضع الصحي أو تأثير الوضع الصحي على تحصيل الطالب في المراحل الابتدائية. الشيء طب أنا قاعد بقول لك أنا بدي نوليدج أو بدي أشوف إيش الباترن أو إيش النمط اللي موجود أو العلاقة اللي موجودة بين الحالة الصحية للطالب أو للتلميذ تمام مع مستوى تحصيله العلمي في المرحلة الابتدائية. الآن تحصيله العلمي بسيطة، بنروح على وزارة التربية والتعليم، الله يا جماعة الخير بدنا بيانات الطلاب في المرحلة الابتدائية تمام، هيها لا ما فيش فيها بيانات الصحية، بيانات الصحية مش موجودة في التربية والتعليم، موجودة وين؟ وزارة الصحة. فاروح على وزارة الصحة اقول لهم والله بدي بيانات بدي بيانات الاطفال اللي موجودين محصورين من سن مثلا 5 سنوات لكذا مسجلين في المدارس، اذا كان عندهم مصنف مسجل او غير مسجل في المدرسة بساعدوني بقلصوا، والا حيدوني تفضل هاي الفئة العمرية اللي انت طلبتها كلياتها. شو بدك تسوي بعد هيك؟ اول شيء بدك تعمل ماتش، بدك تصفت اللي جبتها من الصحة عشان تعمل ماتش، لان انا بدي بيانات الطالب كم. طيب وبعد هيك تعمل بينهم انتجريشن ولا شو رايك؟ هاي مرحلة تانية. الآن في قبل المرحلة هاي، قبل مرحلة الانتجريشن في مرحلة بنسميها الكلينينج. الكلينينج أنا مش كل الداتا هذه بتلزمني تمام؟ فبدي مش كل الكولومز بتلزمني، فحط حد بدي أحدد مين هي الكولومز اللي أستبق. بعد هيك بعد الانتجريشن في عندي ترانسفورميشن، فإحنا فعليا بنتكلم على 8 مراحل يا شباب في التعامل مع النوليدج ديسكفري. داتابيزز مختلفه ممكن اعملها كليننج، مصادرها مختلفه ممكن داتابيز او داتا فايل، بدي اعمل سيلكشن بعديها بعد الانتجريشن، اعمل سيلكشن وترانسفورميشن واروح على الداتا مايننج، اعمل ايفالويشن عشان اتحقق من الفاليديتي تبعت الباترن تبعي قبل ما اعمل له برزنتيشن. الخطوه الاولى احنا بنسميها داتا كليننج. داتا كليننج معناته انا بدي اعمل ريموف للنويز داتا او ريموف للانكونسيستنت داتا او اكمل او احذف الانكمبليت داتا. يعني لما انا بسمع كلمه نويز داتا في 3 تيرمز مباشره لازم تتبادر لذهنك. الاول الانكمبليت النل ما فيش عندي فاليو، الثانيه الانكونسيستنت داتا البيانات الغير متناسقه، طب والنويز اللي هي في قيم لكن القيم هذه خاطئة، القيم هذه خاطئة. مثل أجي أقول لك إنه السالري بالسالب سالب 1300 مين اللي بيقبلش؟ لا أنت بدأ مش في منطق أنت أو مش في موقف في مكان حكم تقول بيقبل وبيقبلش. أنت دورك الآن أنت خدت الداتابيز أو خدت بيانات من الداتابيز او الدوك جدول بيانات، لقيت فيه الموظف الفلاني السالري تبعه ناقص 1450، هذه inconsistent data؟ لا. هذه missing data؟ لا، في value، هذه noise data. تماما مثل انا متوقع العمر اللي عندي لقيته 180، طالب مدرسة 180 هذه مش missing تمام، هذه مش inconsistent، هذه noise incorrect noise data، في خطأ في الداتا فبدها ايش؟ بدها تعديل. طيب اول بدينا مع missing انه انا فعليا في عندي null values، زي ما قلنا النويز داتا في عندي قيم او في عندي قيمة خاطئة زي سالب 10 السالري او الايج 180 او ما شابه. الانكونسيستنت اجي الاقي على سبيل المثال انه الجندر ميل
والستيتس بريجننت، الجنس ذكر والحالة حامل، حامل هموم الدنيا الله يعينه. تمام؟ بالتالي هاي الانكونسيستنت، اجي الاقي مثلا الايج 40 سنة وهو مواليد 1995. هذه inconsistent، يعني ال inconsistent يعني أنا في عندي two values موجودات في نفس الروز لكن القيمتين بيتناقضوا مع بعضهم. تمام؟ في حدا بيقدر يجيب لي كمان مثال على ال inconsistent data؟ أنا جبت لك ال age وجبت لك الجندر. السالري بتاعته مثلا 1000 وبيدفع ضرائب 2000 مثلا. كمان مثال، كمان مثال على الـ inconsistent data. زميلنا بقول قيمة السالري تبعته 1000 وقيمة التاكس أو الضريبة اللي تدفع 2000. مدرسة في ولاية، هو ساكن في ولاية ثانية. المدرسة في ولاية، يعني مثلا هو في ولاية غزة العتيدة وبدرس في ولاية رام الله، فيش مشكلة، فيش مشكلة. مش آه النهارده في الجامعة الإسلامية بتصير، فيش مشكلة. ايوه طالب مسجل في مدرسة إياد. ايوه هذه inconsistent داتا، الطالب موجود في مدرسة للإناث. لا هو حددها قيدها مدرسة للإناث، مستحيل تكون مختلطة. طيب تمام. دكتور بيطري في مستشفى بشري برضه فكرة موجودة بواسطة. تمام. داتا انتجريشن، ضربنا مثال على الداتا انتجريشن. مهم جدا ان انا اجمع البيانات لانه مش ضروري مصدر البيانات تبعتي تكون في مكان واحد زي ما شفنا في التعليم ومن الصحة. فانت الان مطلوب منك تجمع البيانات هاي. الداتا سيليكشن، المفروض سواء كانت هذه الخطوة تسبق الانتجريشن او بعدها مش قضية كتير، لكن بعدها انسب عشان تقدر اول حاجة تعمل ريموف للريدندنت اتريبيوت، القيم المتكررة. ريدندنت اتريبيوت يعني انا الان في عندي عمودين بدون نفس النولج، مثل date of birth والايج. لقيت والله انا في التربية والتعليم بيعتمدوا تاريخ ميلاده، لكن في وزارة الصحة معتمد التقارير او الداتابيز اللي جتني بتعتمد على الايج. تو ديفرنت اتريبيوت هدول، مظبوط، تو ديفرنت اتريبيوت من ناحية اثنين، لكن المينينج تبعتهم، المعنى تبعتهم واحدة كومون، وبالتالي انا هدول حرام التنين يضلوا. تمام؟ لانه اي اتريبيوت انا حضيفه حيمثل مور كومبيوتيشن. شو يعني مور كومبيوتيشن؟ قول ليش حساب كثير. ايوه يعني حل البرفورمانس تبع السيستم تبعي داون، حيقل. ممتاز. كذلك هل كل الاتريبيوت لها علاقه بال بالهدف تبعتي؟ على سبيل المثال انه نجي نقول والله من ضمن البيانات اللي موجوده هل الوالد يمتلك سياره او لا. الآن فعلياً بدك تدرس بشكل بسيط هل في علاقة بين صحة الولد وتحصيله المدرسي وأبوه عنده سيارة أو لا؟ لا، المنطق بيقول لا. ولو كلنا صوتنا الآن عملنا فوت، تمام، مش صوتنا صرخنا يعني، فعلياً حنقول لا ما فيش علاقة، أو بلاش سيارة أبوه، طب لون سيارة جيرانهم. هاي مطلقة بعيدة. وبالتالي أنت حتصير تدور على الـ irrelevant attribute. طيب مثال على attribute دائما موجود وهو irrelevant، هل هناك علاقة بين صحة الطالب واسم أو حصل تعليمي ورقم هويته مثلا أو اسمه؟ يعني هل في واحد بدرسش عشان اسمه عبد الكريم مثلا أو خالد أو أحمد؟ هل في واحد عشان اسمه إياد والله دائما مريض؟ طبعا لما انا اخترت الاسم اخترته بشكل عشوائي.
ما خطرش في بالي اي حدا، وبدون ما تنقر احسن لك. ايون. وبالتالي الان في هذه الريليفنت اتريبيوت انا بدي اشيلها. ليش؟ لانها فعليا هي يوزلس، مش حتفضي لي او مش حتضيف لي داتا مطلقا. يعني انا كمان مره في الداتا سيلكشن مهمتي اني اخلص من الريليفنت اتريبيوت والريدندنت اتريبيوت، هذول لازم ايش انا اشيلهم او احذفهم. داتا ترانسفورميشن، الان بما انه احنا بنتكلم على بيانات او تاثير الحاله الصحيه على تحصيل الطالب او التلميذ في المرحله الابتدائيه، معناته انا بدي اسال نفسي مين احسن الي. اتعامل مع تاريخ الميلاد ولا الايج عشان احتفظ بواحد فيهم؟ انت بدك تحذف واحد منهم الان، انت لازم تحذف واحد منهم. تمام، بدك تحذف الايج. تمام، بدك تحذف ال... طيب عشان انا اريحك واساعدك في النقطه اللي احنا حنجيها بنوع من التفصيل لاحقا. الان يا سيدي العزيز، عدد الديستينكت فاليوز اللي موجوده في الاتريبيوت هذا قديش كبير؟ فعليا حيكون اكبر من عدد 300. وقديش يا حسن؟ يا محمد يا حسن 365. لا انت تكلمت على ايام السنه، وفي تقاطعات بينهم، في طلاب مولودين في نفس اليوم فيش مشكله. تمام. وفي موجودين في نفس اليوم من الشهر لكن في سنه اخرى، فالعدد هنا كبير جدا، وهو حتما اكبر بكثير من الايج. لان لو تكلمت على الايج معناته حتكلم من 5 سابع ابتدائي بنعد 12 او 13، مش حختلف كثير انا وياك. 14 كم ديستينكت فاليو موجوده؟ 9. بالله عليك تتعامل او تدور على باترن على 9 قيم مختلفه، ولا تدور على باترن في عدد كبير انت مش قادر تحصره؟ ايش يعني انت متوقع؟ ايوه شويه، انت متوقع ان الولد اثنين، ان في شهر الولد مثلا في شهر اثنين هما اكثر ذكاء من الولد في شهر ثلاثة؟ شوف انت ممكن تعمل دراسه، بس انت الان هل هذا هو الباترن اللي احنا بندور عليه؟ لا، مين قال هذا الكلام؟ انت فعليا لو دورت في كل علماء العالم هتلاقيهم موزعين على اشهر السنه، لانه مع الاعتقاد الجازم انه العقول فيها جزء منها منحة من الله تبارك وتعالى، لكن أكثر من 90 أو 95% جد واجتهاد. والجد والاجتهاد هذا مش مرتبط بالشهر اللي أنا ولدت فيه ولا بالساعة، بين قوسين ملوش دخل بالأبراج. شوف ممكن أنت تعمل دراسة وتشوف أنت فعليا. شوف ما أنت لما بتكون معني بتصير تدور، بتصير تنبش وتدور. الآن هذه بيانات قدامك، بس في الاخر اللي بيطرحه رامي هان هو فعليا ريليفنت للتاسك تبعته. بس اللي انا بقى بتكلم فيه الشهر مالوش دخل في الموضوع. تمام. طيب الان ممتاز، احنا بنتكلم هان على 9 قيم مختلفه، 9 distinct values، 9 و9. تمام، 9 distinct values عندي هان. طب لو ممكن يصيروا 3 هذول؟ اقسمهم لكاتيجوري، ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، او كاتيجوري 1 كاتيجوري 2 كاتيجوري 3. ليش؟ لانه التعامل مع 3 فاليوز اسهل من التعامل مع 9. هاي الفكره. فبالتالي انا بحاجه للترانسفورميشن. بيجيني الراتب من الناس اللي بتعد بالملايين مثل سوريا ولبنان، أقول لك راتبه 15,750,000 ليرة سوري كده، صح؟ 15,750,000 ليرة مش كتير. شوف ماليش دخل بالقيمة، بس تخيل انك انت بدك تعمل عمليات حسابية
على ارقام بالضخامه هاي. بالضبط. فمطلوب مني اني احورها بدون ما افقد قيمتها. واحد يقترح علي احولها لدولار، اكتب 1000 يعني مثلا. طيب شو رايكم لو قررت اخلص من 100,000 هذول او 10,000 هذول، الاربع اصفار، او بروح بعملهم ديسكريتايزيشن تبعا للفئه، الراتب هذا بنعد عالي ولا متوسط ولا منخفض؟ قالوا لي والله منخفض، بحطه في فئه المنخفض خلاص، يعني بتصير الفاليو نفسها مش ذات قيمه الي. طبعا ممكن في لحظه من اللحظات السيستم يجبرني ان انا بتتعامل مع الرقم، بس يبقى الرقم هذا كبير، بقول لك اوكي انا والله بدي اروح استبدله ب 15.75. في العمليات الحسابيه اسهل وابسط من اني اتعامل مع الرقم هذا ولا لا؟ بقدر ارجع وقت ما بدي للحجم اللي انا بدي اياه، وبالتالي الداتا ترانسفورميشن شغله مهمه واساسيه في موضوع الداتا مايننج. لاحظ كليننج انتجريشن سيلكشن ترانسفورميشن، لسه ما وصلتش للمايننج، انا كله عمالي بحاول اجهز للداتا، قاعد بعمل بري بروسيسنج للداتا. بعد هيك بنتقل للداتا مايننج. المرحلة التنقيب الحقيقية. الآن في المرحلة هاي المفروض أنا بدي أستخدم مجموعة من الألغوريثم، ومش أي ألغوريثم أو مش أي طرق، هي الانتليجنت ميثود اللي علاقة بالذكاء الاصطناعي بالماشين ليرنينج، بحيث إنه هو اللي بده يدور على الباترن. لو أنا سألتك قديش استغرقت وقت وأنت بتدور على التو باترنز، الباترن الأول كان سهل لأن ميز لك إياه بالأحمر أنا سابقا بالمثال السابق، لكن قديش أخذت وقت على وأنت بتدور على الباترن الثاني وبتحاول تصيغه؟ أخذت وقت طويل، تقول لي نص دقيقة دقيقة مش قضية، وقت طويل. الآن هدول 5 رو وثلاث أعمدة، بينما ممكن تكون الداتا ست اللي عندك فيها 100,000 ريكورد وفيها 10 أتريبيوت. أنت الفيجواليزيشن بريحك عشان تفهم، بس بعرض الكاش كل شيء. ليش؟ لأنه لما تكلم على 10 أتريبيوت أنت ماكسيمولي تقدر تظهر العلاقة بين 3 أتريبيوت في 3 دي، بعد هيك خلصنا. ففعليا ندخل في تحدي جديد، أنه أنا ما بقدر أعمل أناليسيز على 10 أتريبيوت في 100,000 رو عشان أدور على باتر معين. إيش الحل؟ بدي انتليجنت ميثود تشتغل هان. طبعا هان المشين ليرنينج بتخدمني بشكل كبير، موفره لي مجموعه من الميثود زي النيورال نتورك، الديسيجن تري، والاسوشيشن رولز، الجوريثمز اللي حندرسهم لاحقا. تمام، عملنا مايننج. لاحظ كلمتين ومرينا هاي الداتا مايننج، ما قلناش عندها كتير، يعني بين قوسين انا مش حبدع او مش حنتج او مش مسؤوليتي انتاج ميثود جديده. كل اللي أنا بدي إياه في المرحلة هاي هي عبارة عن عملية التنقيب اللي بتقوم فيها الأدوات اللي صنعت ليها الشركات. فالماشين ليرنينج هان والاي اي بتزودوني، الماشين ليرنينج بالتحديد كفرع من الاي اي بتزودني بالميثود، فأنا بدي أعرف إيش الميثود وأعرف أستخدمها بشكل صحيح. الآن حصلت على باترن، الباترن هذا must be must be useful must be valid قبل ال useful، فخليك معنا ما تسرحوش. طيب شباب، لو جارك سرحان لقيته سرح وبدك تعمل مايننج على السيتويشن اللي هو فيها، ايش النولج اللي بتطلع فيها مباشرة؟ محمد الكحلوت عمال بيقول لي بلاش. يا شباب جعان بده يتجوز، ها كان نام متاخر، كيف بده ينجح في الماده؟ مشكله كان بده يفكر كيف بده ينجح في الماده، لان المفروض النجاحك ملك ايديك.
الا غير اسكان اذا بدكش تنجح. ايش ثاني المفروض تقول لي؟ بفكر كيف اجيب علامات كامله في الماده. الاصل كده. طيب وراه خمس اولاد بدي اطعميهم، الفلوس خلصت. تمام اوكي. يعني ممكن تعمل مايننج بناء على المتاح، بس هذا مش مايننج، هذا تخمين، جيسنج. تمام؟ ليش؟ لانه انت فعليا لا تمتلك معلومات عنه. لو انت فعليا كنت قريب جدا منه تمام ولقيته سرح مباشره حتنبهه. فالان انا بدي اصل لمرحله الايفالويشن، بدي اتاكد انه هل هذا الباترن اللي انا استنبطته فاليد ولا انفاليد. طيب الان بدي اعمل ايفالويشن للنوليدج او عفوا للباترن اللي طلع عندي عشان اقدر اقيم فعلا هو قديش صحيح. بناء على ايش بدي اعمل ايفالويشن يا شباب؟ فعليا زي ما قلنا سابقا بده يكون في عندي بعض الكيسز الحقيقيه اللي فعليا لما اجى فيثاغورس قال لك لاي مثلث قائم الزاويه، قال لك هات اي مثلث قائم الزاويه وطبق عليه بالقياسات اللي هو عرضها او بالقياسات اللي انت بتخطر على بالك، بس شرطه كان قائم الزاويه وانتهى الامر. فهذه الفاليديشن هي الاساس اللي احنا بندور على الايفالويشن اللي احنا بندور عليها. فهنا انا بدي اروح ادور على الباترن تبعي هذا تمام واعمل له ايفالويشن. ما انساش انه كان في التعريف بقول لي فاليد يعني ترو، نوفل، يوزفول او اكشنبل، نفس المعنى تقريبا. لا يوزفول يعني بقدر ابني عليه اكشن، واكشنبل يعني بدي اخذ عليه اكشن، يعني هو الباترن هذا مفيد. مزبوط نفس المعنى. اندرستاندبل انه الناس بتقدر تفهمه بالكلام اللي موجود عندنا هان. اخر نقطه كانت عندنا هان في الهرم او في عفوا في الخطوات اللي هي النقطه الثامنه، النولج بريزنتيشن. بنفعش اروح اعرض داتا، انا خلصت، انا بدي اعرض معرفه. زي ما قال لك قال لك هي A هي B هي C مثلث قائم الزاوية، قال لك C تربيع بتساوي A تربيع زائد B تربيع، خلصنا. هذا أفضل برزنتيشن. لما أنا بقول لو إحنا قلنا لك فيثاغورس قال إنه طول الوتر تربيع يساوي مجموع مربعات الأضلاع، كلام صحيح. لكن ممكن يطلع لي واحد فهيم خالص ويقول لي إيش يعني أي أضلاع؟ ضلعي الزاوية القائمة. هذا السؤال ما بدوش أو ما بدوش السؤال، لأنه ما ضلش فيه غير الضلعين هذول، لأن احنا نتكلم قاعدين على مثلث، مزبوط ولا لا؟ وبالتالي لكن هيك هذا أفضل برزنتيشن، الكل بيفهمه، الكل بيفهمه. وطول عمرنا بنتعلم إنه الصورة زي ما قال قبل شوية خير من ألف كلمة. فلما قلنا ما بقدرش أعرض داتا كبيرة، مؤمن قال لي الصور بعمل فيجواليزيشن، بقدرش كل أعمل كل فيجواليزيشن لكل إشي. لكن إذا قدرت أصل لمرحلة إنه أقدر أعرض صورة، فهذا بيكون عندي إيش؟ أفضل برزنتيشن. الآن الداتا مايننج في البيزنس انتليجنس، فعلياً أنا في عندي داتا موجودة في different sources، سواء كانت داتابيز أو ويب سايتس أو فايلز. كذلك الداتا هذه بدنا نعملها pre-processing وintegration. بعد هيك أعمل بعض الاستكشافات أو استكشاف على الداتا اللي موجودة عندي هان، أعمل بعض السمري أو الستاتيستيكال كويريز. وهذا الشغل كلياته تقريب يعني في الأول واثنين للداتابيز أدمينستريتر والداتابيز يوز ديفلوبرز اللي بيشتغلوا معاها. الآن الداتا اكسبلوريشن والداتا مايننج شغل الداتا أناليست المفروض. الآن داتا بريزنتيشن معناته بتكلم على بيزنس اناليست، لانه هو فاهم الناس هذول ايش بيفهموا، وانت بتقدم لهم الداتا او تعرض لهم النولج باللغه اللي بيفهموها. في الاخر بدون عمل صناعه او يتخذ قرار من عند الاند يوزر. يعني فعليا الداتا مايننج هي جزء في هرم اتخاذ القرار، وبتبدا زي ما قلنا من الرو داتا لما توصل انه انا بحتاج لديسيجن. تمام الامور يا شباب في الخطوات السابقه،
يعني كمان مرة نلخصهم. في عندي 8 خطوات من أجل الوصول إلى المعرفة باعتمادنا على الداتا مايننج. تمام؟ الأولى داتا كليننج، داتا سيلكشن، داتا انتجريشن، داتا ترانسفورميشن، داتا مايننج الخامسة، مظبوط؟ السادسة باترن ايفالويشن، تمام؟ والسابعة نوليدج بريزنتيشن. النوليدج بريزنتيشن ايش السابعة؟ طيب فيش السابعة؟ انا غلطان في العدد يعني، بس سبعة. تمام. الان ليش الداتا مايننج لازم يكون مالتي ديسيبلينري فيلد؟ مجال تنقيب البيانات لازم يكون بيحتوي على علوم اخرى في داخله. اولا بلزمني اتعامل مع البيانات. عشان التعامل مع البيانات معناته بتكلم على داتابيز، بدي افهم شو داتابيز وكيف ممكن اعمل انتجريشن ولا لا. عشان اتعامل مع البيانات واقدر اعملها كليننج بدي اكون بعرف برمجه، عشان مش معقول انا بدي ادور على رو او فاليو، وبالتالي انا بحاجه ان اعمل برنامج هو يدور على الميسنج فاليوز وياخذ فيها قرار يعبيها، او بدي اعمل برنامج يروح يدور لي يقول لي والله هي النويزي فاليوز في الاتريبيوت الفلاني. لانه بين قوسين الشباب السمري تبعت الكويري او الفلستاتيستكس هذا الكلام ما بدينيش نتيجه. الان فالداتا مايننج بتستخدم العديد من التوجهات او المساقات مثل المشين ليرنينج، وهذه اهميتها انها بتوفر لي مجموعه من السمارت الجوريثمز للتعامل مع او الاستنباط الباترن الجديده. الباترن ريكوجنيشن في عندي علوم مخصصه بس عشان اقول لي هذا نمط، يتعرف انه هذا نمط. الاستاتستكس بيحتاج يتعامل مع الاحصاء، بيحتاج يتعامل مع الداتابيز والفيجواليزيشن زي ما قلنا من اجل البرزنتيشن. الان هذه العلاقه تقريبا كل العلوم، يعني كل العلوم عملها بتزيد وبتدفع باتجاه علم تنقيب البيانات زي ما احنا عملنا بنحكي. الان فعليا ليش هذا الكلام؟ لانه فعليا انا عندي بيانات ضخمه جدا، والالجوريثم اللي بده يتعامل معاها دائما الالجوريثم شباب في له ايفالويشن ولا لا؟ البيج او تبعته في الورست كيس. لما انا بتكلم مع الالجوريثم ليش في عندي ورست كيس وبيست كيس؟ مش عشان البرفورمانس، عشان اقدر اعمل ايفالويشن للبرفورمانس. طب وهذا البرفورمانس تبعي مرتبط دائما بالان، بعدد المدخلات تبعتي. طب انا قاعد بتكلم على هيوج داتا، بتكلم على 100,000 ريكورد او 1,000,000 ريكورد احيانا ويمكن اكثر. اقول لك لما بتتعامل مع الصور بدك تعمل مايننج في داخل الصور، تخيل انه حجم الصوره 1024 في 1024. لو كان في عندك 100,000 صوره هذول بيمثلوا عدد الاتريبيوت، عدد البكسلز اللي موجوده. لو كل بكسل بدها تكون عمود فهي عدد الاتريبيوت اللي عندك. فاذا ما كانش الالجوريثم اللي عندك سكيلبل الالجوريثم وقادر على يتعامل مع البيانات الضخمه، معناته انت ايش؟ الالجوريثم تبعك مش هتقدر تشتغل والبرفورمانس هيكون سيء جدا. في المقابل انا الان بدي اشتغل مع هيك، لازم يكون الالجوريثم يكون موجود عندي زي ما قلنا ضخم. الهاي دايمنشناليتي اوف داتا. الان كلنا بنعرف الاريز. لو انا اجيت قلت لك في عندي مصفوفه 1 دي وبدي اعمل لها سورت، قديش الالجوريثم تبعي بده وقت؟ بدي اعملها بلاش. طب اقول لك بشكل بسيط، بدي استخدم الانسيرشن او السيلكشن سورت. كم لوب انا محتاج عشان نتكلم بعدد اللوبس؟ ان تربيع تو لوبس. طيب جيت قلت لك تو دايمنشنال اري، هذه بدي ارتب عناصرها، ارتب عناصرها بحيث انه لو افترضت انه فيها 9 عناصر، هان بحيث انه العنصر هذا يكون اصغر او يساوي
العنصر الإهان. يعني بين قوسين عناصر المصفوفة بده يكون الصف الأول أصغر من الصف الثاني. أن تكعيب وممكن يكون أكثر، مظبوط ولا لا؟ طيب لو أنا بدي أقول لك 3D array، لاحظ إنه بتكلم كل ما ضفت بعد جديد الالجوريثم تبعي بده يصير عليه كومبلكسيتي أكثر. طب أنا الداتا اللي أنا جايبها من different resources هدول، ما كل واحد ممكن في لحظة من اللحظات يشكل بعد بالنسبة لي، وبالتالي الهاي dimensionality of data تمام هاي مشكلة بالنسبة لي. طيب كذلك الكومبلكسيتي تعقيد البيانات اللي موجودة، مش كل البيانات ألفا نيوميريك، احنا كل تعاملنا لحتى اللحظة مع الألفا نيوميريك داتا في الداتابيز، مظبوط؟ طب وين الصور؟ وين الملتي ميديا بشكل عام؟ طب هذا النوع الثاني برضو بنفهم، الصور بيكسلز، طب والصوت؟ موجات؟ اوكي موجات. تعال يا باشا قول لي شو التايم سيريز داتا؟ في عندي بعض البيانات تتسم بالسيريز تبع للوقت، يعني التسلسل الوقت فيها اساسي. ها بالمناسبه انت عندك واجب حنعمل فيه ديسكشن المحاضره الجايه، الداتا اللي باللون الازرق هاي سجل عندك على الدفتر، تايم سيريز داتا، تيمبورال داتا، سيكونس داتا، والسبيشال داتا. بدي تجيب لي ديفينيشن لكل واحده فيهم بدايه المحاضره الجايه. تمام. هذه انواع بيانات مختلفه، ايش له علاقه بالجغرافيا، ايش له علاقه بالصوت، ايش له علاقه بالصور، ايش له علاقه بالاسهم، ايش. فالبيانات مش زي ما انا بتخيلها واحد واي وبي والف وباء، لا. ففي عندي انواع كثيره من البيانات، وانا مطلوب مني يكون عندي المقدره على التنقيب فيها كلياتها، فلازم اقدر افهم البيانات اللي موجوده عندي هان. طب عشان اقدر افهمها واتعامل معاها معناته لازم يكون عندي معرفه بالعلوم المختلفه. مثال على علاقه الاستاتستكس عفوا بالداتا مايننج، الاستاتستكس كاحصاء، زود الداتا مايننج والماشين ليرنينج من قبلها بمجموعه من العناصر. مثال في عندي النايف بايس، هي واحدة من الكلاسيفيكيشن ميثودز الموجودة في المشين ليرنينج، وفي عندي الماكسيمم انتروبي عشان يحدد خلينا نقول القيم المثلى في الاحتمالات. لكن هل الإحصاء بتخدمني في كل مكان؟ لا. الآن الإحصاء بتشتغل مع ميثودز والميثود معروفة أنت تعاملت معها في الداتابيز. لو أنا سألت السؤال التالي، هل بقدر أطبق كل الميثود تبعت الإحصاء على كل الميثود؟ سؤالي هل الطرق الإحصائية أو الدوالي الإحصائية اللي بنعرفها تطبق على كل أنواع البيانات؟ لو أنا قلت لك على سبيل المثال الماكسيمم، لو أنا رحت قلت لك الماكسيمم نيم، سلكت الماكسيمم نيم فروم الستودنت تيبل، لا بيقدر، برجع لك بناء على إيش؟ على اللينث تمام، وعلى الفاليو تبعت الكاركتر، لانه في مقارنه ما انت عارف الاسكي كود تبعتهم. لكن شو الفائده منها؟ حطها في مقارنه في الماكس مع الماكسيمم سالري، حتلاقي نفسك بكل بساطه حتقول لي انه والله الاستاتستكس فقط بتشتغل مع النيوميريك داتا وما لهاش دخل في الشغلات الثانيه. مينيمم ماكسيمم سميشن افريج الستاندرد ديفيشن، كل الاستاتستيكال ميثود بتشتغل على ارقام تتعاملش مع الواحده الداله الوحيده اللي ممكن يكون لها علاقه بالشغلات الدانيه اللي هي الكاونت العدد، ومش دائما العدد هي المطلوبه بتكون عندي. التخصص او الكورس الثاني او العلم الثاني اللي ممكن يخدمني اللي هو المشين ليرنينج. المشين ليرنينج هو عباره عن علم مختص بتطوير ميثود من أجل أن يخلي الآلة أو الكمبيوتر أو البرنامج يتعلم من الداتا اللي موجودة. يعني هو فعليا المشين ليرنينج عنده ميثود، عنده القدرة على قراءة البيانات واستنباط المعلومات من المعرفة من الداتا
وهذا اللي انا بدي اياه في المايننج، بدي اصل للمعرفه اللي علمت المشين ليرنينج. فالمشين ليرنينج حنستخدمه هان كتول، مش كمطورين لميثود في المشين ليرنينج، حستخدم المشين ليرنينج ميثودز في النوليدج اكستراكشن. تماما، انت لو بدك تنقب عن الذهب مش حتروح تعمل مصنع جرافات، حتروح تتواصل مع كتربيلر في المانيا وتقول لهم والله انا بدي جرافات بالمواصفات الفلانيه، او حفارات بالمواصفات ولا لا، ولا حتصنعهم انت. الشغله الثانيه انه المشين ليرنينج بيعتمد في بناء النوليدج على السامبلز. يعني لما بروح بالميثود بقول والله انا ابني لي ديسيجن تري، ببنيها على سامبل. ممكن السامبل في لحظه من اللحظات تكون كل الداتا، لكن انا بالنسبه لي انا النوليدج لازم تكون على كل الداتا اللي موجوده، او موجوده في كل الداتا اللي موجوده عندها. الداتابيز حدث ولا حرج، لانه هي الاساس لكل حاجه. لولا وجود قواعد البيانات ما تضخمت البيانات بالحجم اللي موجود عندها. السيرش تكنيكس. الان المعلومات يا جماعه الخير او النوليدج دائما مرتبطه بالوقت اللي هي بتظهر فيه. وقتيش انت بتقدر تستخرج نوليدج بشكل سريع في الحاله، مش هذا الخبير اللي بيقدر يسترجع المعرفه تبعته ويسخرها حسب السيتويشن اللي هو موجود فيها. تمام، تخيل وبدي تقول لي الفرق ما بين عالم في البيولوجي اليوم بقول يا جماعه الخير انا قدرت اوصل للقاح للكورونا، تمام، وهذا دقيق او نسبه نجاحه 80% على الناس، وواحد بعد سنه من اليوم قال والله انا جبت او في الان بقدم لقاح للكورونا لفيروس كورونا، تمام، بنسبه 95% من الدقه. مين اهم بالله عليك الان؟ وبالتالي انا بحاجه انه يكون السيرش تكنيكس تبعتي سريعه، لانه بديش اضل طول العمر وانا بستنى. ليش؟ لانه كمان ما بين قوسين التايم از ماني، الوقت هذا اللي بيبذل جهد او الوقت اللي بيقضى في بذل الجهد مكلف بالنسبه لنا. وبالتالي انا بدي سيرشينج تكنيكس فعليا تبحث عن المعرفه وتمثل لي اياها وتقدر تعملها مينتنس بشكل سريع جدا. وبهيك الذكاء الاصطناعي لازم يكون موجود في الداتا مايننج. طبعا لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، المشين ليرنينج بالمناسبه جزء من الذكاء الاصطناعي فيلد. الفيجواليزيشن زي ما قلنا اهميتها بتكمن في صياغه او عرض النوليدج او المعرفه للناس او لاصحاب القرار اللي حياخذوا عليها اكشن. وبهيك بدي انا اوقف حضرتنا اليوم عند الداتا مايننج تاسك.